بعدما قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الحرية، وجد أهالي شهداء قطاع غزة في الدعم الإيراني المقدم لهم رسالة وفاء جاءت في وقت ضيق لتعزز من صمودهم وتضحياتهم. شهداء الذين قد يكون قد غاب اسمهم عن كثير من الناس، فهذه اللفتة لتقول جمهورية إيران لنا أننا معكم أبناء الشهداء وعوالي الشهداء. أنتوا شايفين غزة كيف وأوضاعنا المالية كيف، وبرضو لفت كويس أنه إحنا شهدائنا ما نسهمش، يعني مفكرينهم في غير دول كتير تانية ما حدش فكرنا. 4800 شهيد تسلم ذوهم دعما ماديا عبر مؤسستي الأنصار وشهيد فلسطين بمبالغ مالية متفاوتة، دعم يأتي رغم ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية من حصار ومؤامرات. الجمهورية الإسلامية بتعيش في حالة من الحصار الاقتصادي عليها والخنق الاقتصادي لها وإشغالها عن رسالتها تجاه المظلومين في العالم، ورغم ذلك تقدم الجمهورية الإسلامية في هذا الوضع الصعب لها الأموال لصالح عوائل الشهداء ولصالح الشعب الفلسطيني، تأتي في إطار المعنوي والمادي أيضا. وفيما تحارب أمريكا وإسرائيل أي وسائل دعم تقدم للفلسطينيين ويشتد الحصار عليهم، يرى أهالي الشهداء هذه الخطوة بمثابة دافع لاستمرار مسيرة النضال والتضحية. دعم ذوي الشهداء هو أحد أشكال تعزيز صمود الفلسطينيين فيما باتت قضيتهم تواجه المؤامرة التي تهدف إلى تصفيتها، ليؤكد محور المقاومة من جديد أن البوصلة كانت وما زالت فلسطين. أحمد شهدان، غزة، الميادين.